قطاع جراحة الأطفال، أستاذ مساعد في كلية الطب. راح أشوفكم بالإنتدكتوري كورس، راح نشوفكم إن شاء الله بس تجوا عندنا سنة رابعة اللي هو السنة هاي يعني، وراح أكون معكم بسنة سادسة كمان إن شاء الله. أنتوا خلصتوا الكارديو باسكولار ريسبيراتوري، وهذا اليوم الجي اي تي. هلا احنا راح نحكي عن اليوم الجي اي تي اكزامينيشن. هلا احنا الجي اي تي بهمنا احنا خاصة كجراحين اكثر من اي يعني اكثر من اي اكزامينيشن ثاني، اكثر من الكارديو باسكولار واكثر من الريسبيراتوري، لانه هاي شغلنا يعني اكثر شيء في الابدومين. والنقطة الثانية بالاكزامينيشن هو كثير مهم، مش عشان بس المريض نفسه يعني، علشان صح كويس عشان ديفرنشال دايجنوسيس بلان اوف مانجمنت، بس الاكزامينيشن اهميته كمان الكو انتو راح تاخذوه برابعه، هو نفسه راح تاخذوه بسنه خامسه او بيختلف، اكزامينيشن نفسه بسنه سادسه، بتخلصوا سنه اولى اقامه وثانيه وثالثه ورابعه، امتحان البورد هو نفسه الاكزامينيشن اللي راح تاخذوه هسه، تطلعوا على امتحانات الزمالة البريطانية اللي بتروح على أمريكا نفسهم الاكزامينيشن، امتحانات القبول هي الاكزامينيشن. يعني أنا شخصيا امتحان الزمالة البريطانية هو نفسه امتحان لما كنت طالب سنة رابعة، فبالتالي مهم. هلا نبلش احنا بالجي اي تي اكزامينيشن. أول شيء راح نحكي إن شاء الله الانستراكتورز اليوم راح يحكوا لكم بالضبط كيف تبلشوا يعني يعملوا لكم دمونستريشن، بس احنا راح نحكي أول شيء عن جيت عند المريض ومطلوب منك تسوي جي اي تي اكزامينيشن. هلا احنا بالامتحانات صعب نحكي فول جي اي تي اكزامينيشن، بنحكي بالعادي مثلا سوي لي ابدومينال بالبيشن، لانه فول جي اي تي اكزامينيشن بده ياخذ وقت، وال يعني كل ستيشن ممكن خمس دقائق، فصعب انك تسوي يعني فول اكزامينيشن. فاحنا بنحكي سوي مثلا فور اكزامبل شو هم استجمات اوف ليفر ديزيز او ساينز اوف ليفر ديزيز، شو هو سوي لي ابدومينال all palpation for organomegaly. فانت بدك تشوف كل هاي الاشياء اللي راح نسويها اليوم وتطبقها جزئيا. اول شيء نجي على المريض، اوكي. بهمني اول شيء بالمريض هو الجنرال ابييرنس، اشوف المريض شو هو يعني. هل هو المريض دائما هاي الكليشيه نيكست بالله نيكست لا ارجع قليل، دائما الكونشسنس الالرتنس والاورينتيشن، هاي لازم تحفظوها. المريض كونشس الالرت اورينتد، اورينتيشن للبيرسون للبليس للتايم. هلا ليش مهم بالكونشسنس والالرتنس والاورينتيشن بالجي اي تي؟ لانه بعض المرضى اللي عندهم ليفر ديزيز بصير في عندهم شيء اسمه هيباتيك انكيفالوباثي، وبالتالي في عندهم ريديوس ليفل اوف كونشسنس وما بكونوا فولي اورينتد، وبالتالي هاي اهم شغله. الشغله الثانيه اشوف المريض هو نفسه، هل المريض انا كجراح او اي انترنال ميديسن بدي اشوف المريض لاين كومفورتبل على البيد، هل هو ان بين ولا هو الديستريس، هل في اكسجين ماسك عليه، نيزل كانيولا مشبوكه، هل في عندي المريض عليه عنده كانيولا مركبه على الاي في فلويد. كل هاي الاشياء بسموها جنرال ابييرنس. بعدها بدي من ضمن الجنرال ابييرنس اشوف كل الفايتال ساينز اللي هم بتعرفوهم الاربعه فايتال ساينز. بعدين دعمل assessment للنيوتريشن of the patient عن طريق الويت الهايت البادي ماس اندكس والويت والويست سيركمفرنس. نيكست بالله مثلا هذا المريض اذا انت رحت عليه مباشره شو بتحكي عنه؟ كاتشكتك ليش؟ مبين عنده جنرالايز مسل ويستنج، هاي بسموه كاتشكسيا، وبالتالي بتحكي مباشره انه عنده ايش؟ النيوتريشن اللي عنده بين. تمام نيكست. هذا المريض تيجي عنده شفت عنده هاي شو هاي اسمها ترانكل اوبيزيتي، هل تختلف عن الجنرالايز اوبيزيتي؟ شو اهميتها؟ انه الترانكل اوبيزيتي كاري ريسك اوف ايش؟ كرونيك ديزيز وتحديدا كارديو فاسكولار كومبليكيشن. نيكست. هي المحاضره صح 80 سلايد بس كلها صور يعني ما فيش يعني، خلصنا ان شاء الله بكير. اجيت على المريض هذا وهيك شفت عند الوضع شو بتشوف؟ في عندكم ماركر بوينتر هاي اوكي. طيب مثل هذا المريض شو بتتوقع الصوره اللي هناك لما شفت هذا المريض شو بتشوف عنده؟ الصوره على الشمال هناك سكن فولز سكن ريدندنس، ليش بتتوقع هاي الصوره؟ ليش كانوا بيز وبعدها ايش نحف وتحديدا احنا بهاي يعني هاي عمليات يعني بسموه بارياتريك اوبريشن يعني سويت عمليات قص المعده وهاي الاشياء فبسرعه بينحفوا، لما ينحفوا بسرعه هاي كلها سكن فولد بتصير.
سوينا له العملية اللي في جنبها. شو العملية اللي في جنبها؟ اللي هي أشر لي على الانسجن بالله. ما فيش. أوكي. شايفين الانسجن هذا اللي هنا؟ اللي تحت ذاك الانسجن. هذا السكار تبع العملية اسمها أبدومينال بلاستي. منشيل كل السكن فولد هاي كلها وصار برجع الموضوع. نفس الشيء الريدندنس اللي هنا. منشيل كل هاي الفولز وهاي منشيل. يعني عمليات مختلفة يعني. بس هذا indicates إنه المريض صار عنده إيش significant weight loss. Next please. هلا بتيجي على المريض عند استريا. الاستريا ممكن هي بالgeneral appearance أو لما تسوي الأبدومينال focus abdominal examination ما بتفرق. يعني لما تيجي على الأبدومين تشوف الاستريا أو إما ليش مش واضحة الصور والله. أنت واضحة عندكم الصورة ولا مش عندي بس واضحة؟ واضحة خلاص واضحة عندكم خلاص أوكي. هاي الاستريا. هاي هاي اللينير ستريكس اللي شايفينهم اوكي هاي انديكيتس اير رابيد ويت جين او بريجننسي او كوشنج سيندروم. وبالتالي شفت هاي معناته عند الواحد ايش اكثر شيء ويت جين او رابيد ويت جين. نيكست. اذا خلصنا هلا شو اسمه اللي خلصنا هسه جنرال ابييرنس اوف ذا بيشنت. جيت عند المريض تشوف شو المريض وضعه كيف شكله. ملاحظات جنرال ما دخلنا بعدنا على ايش على سبيسيفيك على كل. هلا بنجي على ايش على الهاند. شوفي اشياء بتطلع على ايد المريض زي هيك. بتشوف شو اول شيء بالاظافر. شو بتشوف بالاظافر؟ اول شيء كلابينج. واخذتوا الكلابينج بالريسبيراتوري وبالكارديوفاسكولار اللي هو فور ستيجز. احنا بهمنا شغله واحده اللي هو تشوف الويندو. شو اسمه الويندو اللي هون؟ ايه كامرث ويندو. اوكي اذا مش موجود معناته عنده ايش كلابينج. هي لها فور ستيجز بس مش كثير يعني احنا مهتم فيها بالجراحه. والكلابينج اسوشيتد ويذ ايش سيروسيس انفلاماتوري بول ديزيز او حتى ايش سيليك ديزيز. ان عكس كلابينج والله نكس كل واحده لها واحده. هاي شو هاي؟ هاي فينجر كلابينج. شايفين واضح صح؟ نيكست بالله. هاي الكلونيكيا. الكلونيكيا شو هي؟ سبون شيب عكس ايش؟ كلابينج. وين بتكون هاي الكلونيكيا؟ بايش؟ بالايرون ديفيشنسي انيميا. هاي الكلونيكيا واضحه. اوكي نيكست بليز. هاي الكلونيكيا شو شايفين بالكلونيكيا؟ هاي الوايت ستريك. هاي الوايت كلر نيل بتكون بايش؟ بالبروتين ديفيشنسي او هايبو البومينيميا. يعني لو بروتين لو البومين. طيب شو الاشياء اللي بتسبب نقص البروتين؟ سر انه الليفر ما بينتج بروتين. اوكي او عنده ايش مش نيفروتيك سيندروم. نيفروتيك انه هو بيفقد بروتين باليورين او كوشوركا اللي هو ايش احد الانواع النيوتريشن ديفيشنسي او مال ابزوربشن بسبب سيليك ديزيز. يعني ما صار في ابزوربشن للبروتين او صار في سكريشن للبروتين باليورين بالنيفروتيك او بطل ياكل او انه صار في عندي ليفر ديزيز ما في انتاج للبروتين. هاي بتكون هاي الستريكس كناها بسموها لوكونيكيا. اذا خلصنا الكلابينج لكولونيكيا لوكونيكيا ايه. هلا الباث فيسيولوجي مش ويل اندرستود يعني مش واضح ليش هاي هي في ريليشن بين في اشياء ثانيه كثير بتسبب اللوكونيكيا. اشياء كثير بس مش لها علاقه بالجي اي تي ريسبيراتوري وكارديوفاسكولار اشياء ثانيه وامينولوجي. الباث فيسيولوجي مش زي الكلابينج مش معروف بالضبط شو الباث فيسيولوجي ليش بتصير الكلابينج. هي اسوشيشن. اوكي هلا خلصت ايد دائما تطلع على الاظفر زي هيك. خلصنا ثلاث اشياء بالاظفر. شو بنطلع بعدين على نفس اللي هون على بشوف ايش في مصل ويستينج. زي هذا المريض عندنا ايش في عنده مصل ويستينج انديكيت انه عنده ايش نيوتريشنال ديفيشنسي. نيكست. هلا بتقلب ايده زي هيك بتشوف ايش البالمركيز عشان تشوف ايش. كل واحد يطلع على البالمركيز للي بجنبه بتشوف بتقارن ايدك للي بجنبك بتشوف انه ديجري اوف انيميا. يعني كل مكان الكريس بيل ممكن يكون مور ايش عنده انيميا. هلا التار ستيننج احنا يعني للميديسن اكثر من شيء مش لنا كجراحين بس بتهمنا بالجي اي تي. ليش التار ستيننج؟ انه معناته عنده هيفي سموكر معناته في اسوشيشن مع ايش مع مالجنسي سواء بانكرياتيك كانسر جاستريك كانسر اسوشيتد وذ سموكينج. هلا الفلابينج تريمر تحكي لي تسوي له زي هيك بصير يسوي هيك. اوكي هاي الفلابينج تريمر او يسموه الاستريكسس. اوكي اسوشيت ويذ ايش سي او تو ريتينشن للريسبيراتوري. بس احنا في الجي اي تي شو اسوشيت ويذ ايش تمام في الكوريليتد او الليفر سيروسس والليفر ديزيز. اخر واحده او قبل الاخيره اللي هي ايش ديبترين كونتراكتشر اللي هي عباره عن ثيكنينج بيكون عندي بالبالمر فيشيا وبتكون الاصبع الاصابع زي هيك. هي associated with ايش alcohol related chronic liver disease. او هاي ايش palmar erythema. ليش بتكون palmar erythema؟ بزيد ايش حق الاستروجين او
بزيد زيادة الاستروجين. ليش بزيد الاستروجين في الليفر ديزيز؟ بالليفر ديزيز يعني ما في عندي ميتابوليزم للاستروجين، وبالتالي ريديوس خلينا نحكي الميتابوليزم لكل السكس ستيرويد، وبصير عندي بالمرديم. هاي نورمال بايش؟ بالبريجنانسي. اوكي، اذا مين بيقدر يعيد لي الاشياء اللي صارت بالهاند لها علاقه لما اجي افحص انا مريض فور جي اي تي اكزامينيشن لها علاقه بالجي اي تي؟ شو مول بالهاند؟ لكونيكيا، كرونيكيا، وكلابينج هاي بالاظافر، بعدين مسل ويستنج نقلب ايده، بالمر اريثيما، ايه سكين كريز اذا كان في بيل ولا مش بيل، غيره اوكي شيء ديبترين كونتراكتشر، واخر وحده اللي هي بسموه فلابينج تريمر مش فاين تريمر. الفاين تريمر وين بتكون؟ بالهايبر ثايرويدزم ان شاء الله ما ناخذها، تمام. بس احنا بهمني ايش الجاي تي؟ هو الفلابينج تريمر او الاستريسس، تمام. هلا خلصنا من الهان، نطلع وين؟ على الفيس. اول شيء بالفيس شو في عندنا؟ نيكست بليز. اول شيء بهمنا خلاص نطلع هيك يعني خلينا سيستماتيكلي اوكي، بنطلع من هون من الهان بعدين نصل وين؟ للعين. شو يجي بالعين له علاقه بالجي اي تي؟ شغلتين، الجونديس والايش والبالور. هلا البالور المفروض تشوفه انت، بس اذا ما شفته تطلع هيك بس ريتراكت ذا لور ايليد بتشوف ايش انه هي الكونجكتيفا زي هذا المريض عندنا ايش بالور. بعدين الجونديس، الجونديس لازم نشوفه على ايش؟ على ناتشورال لايت، سان لايت او ناتشورال لايت. والجونديس اول مكان بيبين كيف جونديس شو وين؟ هو مش سكير، هو اندر ذا تانك اوكي، بس احنا بنفحصه بالسكير واندر تانك، بس اول مكان هو اندر ذا تانك بس بنشاف بالسكيره. اذا شغلتين بالايس شو هما؟ الجونديس والبالور اوكي. بعدين ننزل تحت نشوف ايش الماوث، فرجيني بالله. هلا تيلنجكتيزيا ممكن تشاف بالفيس او بالتشست او بالابدومين. هي شو هي تيلنجكتيزيا؟ هي سوري او السبايدر نيفاي، هي عباره عن تيلنجكتيزيا لها سنترال فيدنج فيزل هيك هيك منظرها. هلا هاي موجوده بتكون along the distribution of superior vena cava، ممكن تكون بالفيس، ممكن تكون بالتشست، ممكن تكون ايش بالابدومين، يعني مش سبيسيفيك للفيس، يعني ممكن فحصت الابدومين ممكن تلاقيها، فحصت التشست ممكن تلاقيها، وهي نورمال لحد 5 سبايدر نيفاي وين بالفيميل، واذا كانت الفيميل بريجننت بتكون ايش اكثر. بينما اذا كانت بالميل وكان عنده سبايدر نيفاي معناته indicates what liver disease due to ايش استروجين انكريز بالاستروجين. النكست بليز، تمام. لا روح على الماوث والله. هلا بدنا نروح على الماوث. والله ارجع لي على ارجع للسلايد عشان ما ننساها. قبل الماوث بنروح ايش على البارتيت، اذا كان في بايلاترال انلارجمنت للبارتيت معناته انديكيتس وات انديكيتس انه عند المريض ايش هو الكوهوليك، المريض كرونيك الكوليزم. بالاضافه في ايش ديزيز اسمه بوليميا، بوليميا نيرفوزا اللي هو باخذ باكله كثير بعدين بروح بحط ايدهم عشان يستفرغ وبتاخذه ان شاء الله نيكست اوكي تمام. فين هلا اذا حكينا الايز خلصنا البارتيت بايلاتيرال بارتيت سويلينج، بعدين بنروح على الماوث. شوفي بالماوث لها علاقه بالايش من ايش؟ اول شيء افتس السر. شو هي الافتس السر؟ اي فيري بينفول تايني سمول السر بتكون اسوشيت وذ انفلاماتوري، اكثر شيء انفلاماتوري باول ديزيز، تمام. يعني كل انواع الانفلاماتوري ديزيز وممكن تكون يعني بالالسراتيف، بس اهم شيء صح بالكرونز. اسمها افتس السر. بعدين اذا الالسريشن او الكراكس على الانجل الماوث شو بسموها؟ انجولار ستوماتايتس او انجولار كيلايتس. هاي وين بتكون؟ تمام، اللي هي iron deficiency anemia كنا angular stomatitis أو angular colitis. next هاي atrophic glossitis اللي هو مش كتير واضحة هون، التانك بيكون small وبيكون في white streaks. هاي بتكون وين؟ B12 وبتكون كان بالiron deficiency، بالiron deficiency أكثر من B12. next please هاي ال B في ترين بيكون تانك يعني فليشي أو fiery بسموه، وفي في redness يعني streaks of redness. هاي بتكون بايش؟ بالفوليت والفيتامين بي 12 ديفيشنسي. نيكست بليز. واخر شغله قبل ما نروح نخلص الماو هي الجونديس حكينا اندر ذا تانك. نيكست، لا
إذا شو هم الأشياء اللي بالتنج المهمة أو سوري بالماوث مهمة وإلها علاقة بالجي آي تي إكزامينيشن مين يدنا إياهم؟ أفتس ألسر، أنجل ستوماتايتس، أتروفيكلوسايتس والجونديس، ما إحنا فحصناه بالعين مش مشكلة كمان والجونديس. إيه؟ تمام إذا كان التنج بي في وكان ريد اللي هي حكيناها أتروفيكلوسايتس. بالإضافة شغلة وحيدة اللي هي ما مش بتكون اللي هي اللي هو السميل اوف ذا ماوث السميل إذا كان والله في ترهيبتيكاس اللي هو سميل اوف بسموها راتن ايجز مع جارليك يعني شيء ريحة هاي بتكون المرضى اللي عندهم ايش ليفر ديزيز وعندهم ديكريز ميتابوليزم لبعض التوكسينز اللي بالليفر بالإضافة لفي إذا كان في باد سميل بور دينتال هايجين هاي العلاقة فبالتالي لما انا افحص مريض او بالامتحان اذا كيس جي اي تي شو بدك تحكي الاشياء نو 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 بتحكي له ايش نو جلوسايتس نو اكتيف جلوسايتس نو انجروستوماتايتس نو افتس السرز اند نو باد سميل هذول الاشياء لازم تحكيهم بالامتحان حتى لو كانت مش موجوده عشان يعرف الممتحن انك انت عارفهم اوكي هلا خلصنا من الماوث خلصنا البارت ونزل وين عنك شو بهمني بالنك له علاقه بالجي اي تي هلا النك مهمه اشياء كثير بس انا له علاقه بالجي اي تي هي الليمف نودز شو هي الليمف نودز اي وحده واي وحده الليفت يعني بهمني الليفت سوبرا كلافيكال ليمف نودز ليش الليفت سوبرا كلافيكال ليمف نودز لانه اذا في اي انترا ابدومينال مالجنسي زي جاستريك كانسر بانكريتيك كانسر الميتاستاسيس بروح على ايش الثوراسيك داكت اللي بتكون على الليفت سايد وبالتالي ممكن يكون في هنا الليمف نودز تكبر وهاي الليمف نود لما تكبر بسموها ايش فيركا او فيرتشوال ليمف نود او ايش تروزيا ساين زي ما هاي تروزيا ساين اذا بالامتحان لما تيجي على مريض قال لك فحصت الجي اي تي وصلت لانك شو بدهمك الليفت الرايت ما بهمنيش هلا اذا هو كان عنده والله الليفت ان لارج والرايت ان لارج وكل النك ليمف نودز والاكسيلري ليمف نودز ان لارج واللينجوان شو بكون عنده هذا المريض يعني جنرالايز ليمف ادينوباثي ممكن يكون في عنده ايش ليمفوما ايش يكون عنده ليمفوما اذا جنرالايز ليمف ادينوباثي بس احنا كجي اي تي بهمني ايش لفت ليفت سوبرا كلافيكولار ليمف نودز وهي هو واضحه شايفينها اوكي خلصنا هسه احنا وين النك هلا وين ننزل على التشست احنا بعد ما وصلناش للابدومين لما يجيك بالامتحان او اي يقول لك افحص الابدومين اكزامينيشن بلش من الابدومين لما يقول لك افحص الجي اي تي اكزامينيشن بلش وين جنرال ابييرنس بعديها هان بعديها ايز بعديها بارت بعديها ماوث بعديها من زعنك بعديها تشست بس ابدومين بلش من الابدومين دايركت هلا وصلنا على التشست شو في اشياء بالتشست لها علاقه ايش بالجي اي تي هلا التشست في اشياء كثيره فيها كارديو باسكولار بس احنا لنا علاقه بالجي اي تي اول واحده شو هي الجاينيكوماسيا جاينيكوماسيا وين بتصير من مير وصارت احد امتحانات طلاب سنه رابعه او سادسه ناسي بس مش هون مش يعني كنا بالاردنيه وكنا عم نمتحن على البيشنت يعني وكانت هي فيميل وحافظين الكليشيه نو جاينيكوماسيا وهي كانت فيميل جاينيكوماسيا فيميل للميل الفيميل شو بصير عندهم لو لما يكون عندهم ليفر ديزيز بريست اتروفي بالفيميل وجاينيكوماسيا ايش بالميل وإلها علاقة أكيد بينكريز بالإستروجين سبب نكست بالفيميل شو حكينا شو الصورة الجاية هاي البريست أتروفي بتكون إيش بالفيميل نكست طيب هلا الهير ديستريبيوشن للتشست أو بالأبدومين يعني فحصت بالتشست كويس فحصت بالأبدومين كويس إذا كان والله ميل هير ديستريبيوشن معناته إيش نورمال إذا كان والله ما فيش بالمرة يعني هير ما أبنور أو في ميل باتن أو هير ديستريبيوشن ساعتها بتكون دي تو إستروجين وبالتالي معناته associated with ايش with liver disease scratch mark يعني ايش ليش السكراتش مارك مهمه عشان ايش obstructive jaundice deposition of bile salts under the skin بسبب ايش itching وبالتالي بصير في عندي ايش scratch mark هلا فحصتها بالتشست او فحصتها بالابدومين ايش ما في مشكله واخر واحده اللي هي spider nevi اللي حكيناها قبل شوي ايش بالابدومين ضل شيء طيب إذا مين بيراجع لي شو بنشوف الأشياء اللي لازم نشوفها بفحص التشست related to GIT gynecomastia أو breast atrophy بالفيميل spider nevi hair distribution و scratch mark
بس السكراتش مارك بالأبدومين أو بالتشست ما بتفرق. هلا وصلنا للإشي الأساسي اللي هو إيش؟ الأبدومينال إكزامينيشن. الأبدومينال إكزامينيشن. لازم نستعجل شوية. لازم نخلص على 9:30 ولا؟ نستعجل شوي لانه ابدومين. طيب هلا جينا على الابدومين. الابدومين شغلتين مهمات قبل ما ابلش، بوزيشن واكسبوجر. شو هو البوزيشن تبع الابدومين اللي لازم اسويه؟ ايه فلات. ممكن احط تو بيلز مخدتين تحت ايش الهيد عشان اعمل ريلاكسيشن للابدومينال ماسل وافحص براحتي. اوكي، اذا مش 45 هو سوباين. تمام. هلا هاي البوزيشن الاساسي. اوكي نيكست. الاكسبوجر وين لوين؟ على الايديال من النيبل للميد ثاي، بس احنا فور سوشيال ريزن من وين لوين؟ من الزف استيرنم. اي زف استيرنم لوين؟ للسيمفس بيوبس. من الزف استيرنم للسيمفس بيوبس. طب ليش مهم للسيمفس بيوبس؟ عشان نشوف ايش الانجواينال، ايش الجروين، عشان الانجواينال هيرنيا. الانجواينال هيرنيا تكون لازم للسيمفس بيوبس. من الزف استيرنم للسيمفس بيوبس. تمام، خلصنا اكسبوجر انسبكشن. مريض ايش هسه موجود عندي هون، وين بروح؟ على البيد اوف ذا، لا على الفوت اوف ذا بيد. يعني هاي المريض هو نايم هنا، بجي هون انا. اوكي بطلع هنا، هي انا عملت الفول اكسبوجر من الزف استيرنم للسيمس بيبس، وانا هيني عند الفوت اوف ذا بيد. بطلع عليه، شو بدي اشوف اول شيء هنا؟ الابدومين سيمتريكال ولا اي سيمتريكال؟ ارجع لي بالله على السيمتري. نيكست. اوكي، هل الابدومين سيمتريكال؟ كيف يعني سيمتريكال؟ ممكن يكون بالابدومين مثلا على سبيل المثال هنا زي هيك، مريضنا هون شوف عنده البلدر فول، وبالتالي مبين البلدر فول عنده. ممكن يكون في عندي ماس بهاي المنطقه هاي، وبالتالي ما في سيمتري، يكون ماس طالع من هنا او ماس من هنا، فبالتالي مهم جدا ايش السيمتري اوف ذا ابدومين. هاي واحده. نيكست، بعدين ايش بنعلق؟ هيك بتحكي الابدومين سيمتريكال. بعدين ايش شيب او ايش الكونتور؟ رجعني يلا شيب. الطبيعي لكلنا شو الشيب يكون الابدومين؟ فلات او سلايتلي ايش سكافوي. بس اذا لقيت الابدومين ديستندد، شو الاشياء اللي بسبب ديستنشن؟ اللي هم عندكم هنا 5F. اول واحد ايش؟ فات، اللي هو معظمنا عنده هاي الاشياء ومضمنه انا، يكون الابدومين سلايت ديستندد. غيره اللي في الثاني فلويد، اللي هي ايش؟ اسايتس. والشو في الرابعه او في الثالثه الفيسز، بعدين فليتاس، واخر شيء فيتاس بريجننسي. هذول الاشياء بسبب ايش؟ abdominal distension. مين يدين ليهم بالله 5F على السريع؟ fetus fluid platelets fat. ما هي platelets، هي platelets. تمام، اذا هاي الاشياء. اذا حكيت الابدومينال سيمتريكال، بعدين بحكي عن الشيب هو فلات ولا سكافويد ولا ايش ديستندد. بعدين وين بروح؟ اذا الابدومينال بعلق بعدين على ايش؟ على الريسبيريشن. والله في سلايد الاسبيريشن خلاص. ارجع والله ارجع. طيب بعلق على الريسبيريشن. اذا الابدومين ايش موف وذ ريسبيريشن، تحرك الابدومين. الطبيعي احنا يتحرك الابدومين مع ايش؟ اسمعش. بس اذا ما بيتحرك انديكيتس وات؟ يعني اذا انا والله الابدومين تبعي ثابت ما بيتحرك، لازم اطلع، لازم اطلع وبنزل. بس اذا شفت المريض يعني ميل للثوراسيك، خلينا نحكي بريثينج، معناته شو في عندي؟ لا اكثر احنا بهمنا كمان، وخاصه احنا كجراحين بهمنا، تهمنا النقطه هاي كثير. اذا الابدومين ما بيتحرك، اللي هو اذا ما عندوش بيريتونايتس، ما عندوش بيريتونايتس يعني ما عندوش بيرفوريتد ديسكس. يعني اذا جيت على المريض والله الابدومين تبعه هيك ما بيتحركش، بخاف انا، يمكن اودي على العمليات لانه عنده جنرالايز بيريتونايتس. بينما اذا الابدومين بيتحرك وبروح وبيجي يعني هيك، معناته ايش؟ بتطمني هاي انه ما عندوش ايش بيريتونايتس، ما عندوش بيرفوريتد ايش ديسكس. هاي اذا حكينا عن السيمتري، وحكينا عن الموف ديسبيريشن، وحكينا عن الشيب. ضايل اخر واحده اللي هي ايش؟ الامبليكس. الامبليكس بتعلق عليها انها سنترلايز ولا مش سنترلايز. يعني اذا الامبليكس اذا في ماس هنا ودافش الامبليكس حطيتها هنا، معناته ايش؟ ما راح تكون ايش بالسنتر. اوكي، بتعلق عليها هل هي سنترلايز ولا هي مش سنترلايز. ممكن تعلق عليها اذا كانت الامبليكس الطبيعي تكون ايش؟ انفيرتد. اوكي، اذا لقيتها والله زي هذا الزلمه سنكن داخل الجوامات، تكون ايش؟ اوبيز بيشنت يعني مصاها. اذا لقيتها والله زي هذا فلات، اوكي زي هذا، ممكن يكون ايش؟ اسايتس. ممكن يكون اسايتس. اذا لقيتها زي هذا، شو هاي بتوقع؟ عم بين هيرنيا. عم بقول لك وبالتالي بتعلق على ايش؟
على البيل باتون او الامبليكاس. اوكي طيب خلصنا هاي حكيناهم السيمتري الموف سبايريشن الامبليكاس واخر واحده اللي هي ايش الشيب. بعدين هم نروح على الرايت سايد. لنفرض مريض هون الهيد هون بجي انا هون على الرايت سايد بمشي على الرايت. اذا اربع شغلات من الفوت اوف ذا بيد بعدين على الرايت سايد. شو بشوف بالرايت سايد؟ هذول الاشياء بشوف الهير ديستريبيوشن واحد اثنين بشوف اذا في عنده ستوما. بتعرف شو هي الستوما؟ هلا بنشوف صورها. بعدين بشوف اذا في عنده سكار ولا ما فيش عنده سكار. بشوف البروزنج بشوف اذا في فيزيبل فين او فيزيبل ماس او فيزيبل بالسيشن او فيزيبل بيرستالسيس. هلا نحكي عنهم كلياتهم نكست بليز. طيب اول وحده فيزيبل دايليتد فين شو بسموها هاي كابوت ميدوزا. بالله نكست في وحده الكابوت ميدوزا. هاي هي الكابوت ايش ميدوزا اللي هي وين نشوفها؟ هذا هاي المنصوره شايفين المنظر اللي هناك واللي هون بنشوفها وين؟ بالبورتال هايبرتنشن سكند. له اسباب كثير البورتال هايبرتنشن بريهيبتك انترهيبتك بوستهيبتك ان شاء الله بتاخذوهم لما تروح على الميديسن. بس هذا البورتال ليش سموه كابوت ميدوزا؟ شخص كاركتر باللاتيني اسمها ميدوزا فيها سنيكس بالهير تشبه المنظر يعني هنا. فهي هذا اللي هو البرانشينج اوف ذا فينز بيشبه هذا المنظر. ليش بتصير الكابوت ميدوزا؟ بسبب البورتال هايبرتيشن بصير في عندي باك براشر بعمل ريكاناليزيشن اوف ايش للامبليكال فينز along the falciform ligament وبالتالي بتصير عندي هذا المنظر. وبالتالي هاي انديكيتس ايش بورتال هايبرتيشن سكندري مينلي تو ايش ليفر ديزيز. نيكست هاي المنظر شو بتشوفوه مباشره اذا الامبليكاس طالع لبرا؟ شو هاي امبليكال هيرنيا. وهاي اذا بتحكي المريض تكف بصير ايش لها بولجينج. نيكست هاي الصوره ايش اذا بتشوف في دايليتد فينز الدايليتد فينز بتشوف هذا المنظر اذا كان في اوبستراكشن اكثر شيء بالاي في سي هي رير بس اذا كان في اوبستراكشن بالاي في سي او اوبستراكشن بالسبير فينا كافا ممكن يسبب عندي هاي الدايليتد فينز. هلا السكارز شو يعني سكارز انتو شو بتعرفوا شو السكارز؟ اوكي يعني من السيرجن. هلا السكارز حسب وين مكان السكارز. يعني اذا لقيت والله واحد هون سكار عنده بهاي المنطقه شو بتحكي مباشره عنده ايش؟ لا مش نقول انه هون هاي ابيندكس. اوكي يعني اسوي عمليه ابيندكسكتومي. طب اذا لقيت السكار هون شو معناته؟ انجوينال هيرنيا. هون انجوينال هيرنيا. اذا لقيت سكار هون من هون لهون شو بسموه ميد لاين اكثر شيء لبراتوم سكار. احنا بالاطفال بنسوي ترانسفيرس السكار. طب اذا لقيت السكار هون جول بلادر جول بلادر. اذا لقيت السكار هون سبلين سبلينكتومي. اذا لقيت سكار واحد هون صغار واحد هون واحد هون واحد هون هاي لابراسكوبي لابراسكوبي. وبالتالي حسب وين مكان السكار بعرف شو هي ايش العمليه اللي شو سوى السيرجري. هاي مثلا السكار تبعون لابروسكوب واحد هناك واحد هناك واحد دائما بنحط احنا بورت بالامبليكاس. وبالتالي دائما بتدور ايش لازم يكون في سكار بالامبليكاس سكار هناك وسكار هناك. نيكست بليز. هلا البروزنج اللي بصير بالابدومن ليش بصير؟ بعض مرات بصير سكندري تو ايش اي ريتروبريتونيال هيموريج او تحديدا سموه هيموريجيك بانكرياتايتس هيموريجيك. وبالتالي اذا لقيت بروز اراوند ذا امبليكاس شو معناته هذا بسوي يسموها تحفظوها شو اسمها هي قدامكم كولين ساين. شو اسمها كولين ساين؟ اذا بروز اراوند ذا بيل ذا امبليكاس شو يسموها كولين ساين. شو معناته؟ معناته سكندر تو هيموريجيك بانكرياتايتس صار في بانكرياس هيموريج وبريتروبريتونيا نزل وسوى السكار. اذا السكار موجود وين على الجنب هان شو بسموها great anal واذا تحت بسموه fox sign. اذا fox sign colon sign great anal sign هاي signs of hemorrhagic pancreatitis. تمام. الاستوما شو هي الاستوما؟ مين بيعرف شو هي الاستوما؟ عمرك شفتوها الاستوما؟ عمرك شفتوها بشكل عام؟ في ناس عمره شاف استوما؟ شفت استوما. شو هي الاستوما؟ يعني هي فتحه احنا كومن بنسويها هاي بالجراحه. هي فتحه بالبول تطلعوا ليش؟ لا بابا ليش دايفيرت الايش الستول. هلا استوما يعني علم كامل يعني راح نشرحه هلا بس هي الفكره انه دايفيرت خلينا نحكي ايش الستول. اذا طلعت الاستوما من اليوم شو بسموها اليوستومي. طلعت الاستوما من الكولون شو بسميها كولوستومي. طلعت استوما من الجوجن شو بسميها جوجنوستومي. سيبك من البول. اذا طلعت استوما من اليوريتر شو بسميها اليوريتر. طلعت وطلع بعمل طلع بس طلع من اليوريتر وخلي اليورين يطلع لبرا يوريتروستومي.
طلعت الاستوما من البلدر بزايكوستومي، حسب وين ما طلع الاستوما تو دايفيرت ايش، سواء اليورين او دايفيرت اللي هو الستول. ارجع والله شوي، ارجع هاي الاستوما. اوكي تمام، نيكست بليز. بدها قاعده طويله عريضه الاستوما، تجون على الجرح نحكي لكم اياها. على سبيل المثال عندك مثلا، على سبيل المثال انا عندي كانسر بهاي المنطقه، تيومر بهاي المنطقه. اوكي هلا انا كيف والتيومر مسوي دايلاتيشن في البول، بقدرش بس اقص واقص من هون واعمل انستوموسيس، لا، لان البول تكون دايليتد ومش هيلثي وكذا، خلص بسكر هون بشيل الورم وبعديها بطلع بستوما. او مرات الورم هون والمريض يعني حالته شوي يعني كريتيكال، بقدرش اسوي انستوموسيس وكذا، خلص بس بطلع هاي البول الاستوما وبخلي الورم، بعديها برجع له. تفاصيل كثيرة للاستوما إن شاء الله بتجون على الجراحة، وخاصة الأطفال إحنا بنستخدمهم الأشياء كثيرة، هي أهم عملية يعني كومون، فيري كومون، يعني لو تشوفوا المستشفيات يعني معظمهم استوما وبعدين عمليات يعني. في ناس بيسموه البيرمنت استوما اللي بدك تسوي عنده ريكتال كانسر مثلا، بدك تشيل كل الريكتم مع الأنس مع كل هاي الأشياء، فما بضلش عنده أصلا بول، وين بدك تروح تحط البالكولون؟ فبتروح تحط شبكه هون، فبضلوا مع طول عمره استوما. في ناس تمبوراري وفي ناس بيرمنت، كيف بشرح لكم اياها ان شاء الله تجون على الجراحه، انواع الاستوما وتفاصيل الاستوما والديتيلز. هلا انسجن الهيرنيا، شو يعني انسجن الهيرنيا؟ هيرنيا مكان الانسجن، يعني سويت عمليه لواحد انا والامور لما اسوي عمليه شو انا بعمل كاتنج للنيرف وبعمل كاتنج لايش؟ للمصل والفيشه، فبالتالي بصير المنطقه هذيك ويك، فممكن يصير فيها ايش؟ هيرنيا، فبالتالي بتصير، وبالتالي كيف بدك تتاكد ما عندكش انسجن الهيرنيا؟ بحكي له ايش؟ تكف، اذا قح وطلعت معناته ايش؟ من الانسجن، معناته ايش؟ انسجن الهيرنيا. اذا خلصت ايش؟ انسبكشن، طلعت على يمين المريض هي، شو بحكي له؟ بتحكي للممتحن شو؟ بتحكي للممتحن على يمين المريض نو فيزيبل ماسز، نو فيزيبل بلسيشن، قد يكون عنده ماسز بس انا مش حاسه، بحسب البلسيشن. سوري، نو فيزيبل ماسز، نو فيزيبل بلسيشن، ما في بلسيشن مثلا الاورطه خاصه ان ثين بيشنت تكون او اورتك انيوريزم تكون مبينه. ونو فيزيبل بيريستالسز، مش شايف. وما في ما في ستوما، ما في عنده سكارز، وما في عنده استريا، نورمال هير ديستريبيوشن، ما في عنده دايليتد فينز، وما في عنده كابوتميدوزا، وما في عنده سكراتش مارك، وما في عنده بروزز. هاي خلصت العقل هيك فول مارك، اوكي، بس لازم اذكرهم كلياتهم هذول الاشياء. اوكي بعدين وين بنروح نحكي المريض ايش؟ تكف. اذا مريض قح وطلعت طلع شغله، شو هي بسموها مباشره؟ هيرنيا. ما فيش شيء بيطلع غير الهيرنيا مع الكف. اوكي هيرنيا، لما تحكي المريض ايش؟ قح. بعد القح بتحكي المريض يرفع راسه، ليش يرفع راسه؟ عشان اعمل كونتراكشن للمسلز، وبالتالي بصير في اذا المسل ويكنس، وتحديدا الريكتس مسل، هاي اللي بتسوي هاي الريكتس مسل اللي بتسوي السكس باكس، اذا كان فيها ويكنس شو بسوي عندي؟ في صوره لها والله لو سمحت، هاي الهيرنيا، هاي يعني اماكنها قد تكون بجاستريك، ممكن تكون جروين انجوينال هيرنيا، بجاستريك هيرنيا، امبليكال هيرنيا، انواع كثير من هيرنيا، والهيرنيا موضوع طويل وله محاضراتنا احنا بالجراحه العامه، بنحكي لكم بالتفصيل عن الهيرنيا، فيري كومون يعني خلينا نحكي. اوكي هلا هاي لما يرفع راسه بتبين لك زي هيك، مش واضح عندكم؟ واضحه بعرف يعني مش واضح عندي كثير، زي ماس بتطلع زي هيك، هاي الماس مش هيرنيا، هاي بسموه دايفيركيشن اوف ريكتاي، انه الريكتس مسل ويك، فبتصير فكرها هيرنيا. كيف نتأكد انها مش هيرنيا؟ بحط ايدي عليها وبحكي وبحط اذا في فتحه هول يعني ديفكت، معناته هيرنيا، اذا مش ديفكت بس وصل ويكنس، هاي دايفيركيشن فريكتاي. المانجمنت تختلف لانه الهيرنيا بسوي لها عمليه، هاي دايفيركيشن فريكتاي هي ويز مسل ويكنس، بخليها ما بسوي لها شيء. وبالتالي مهم بعد ما اخلص الانسبكشن من رايت سايد شو احكي له؟ يقح. ايش كمان؟ يرفع راسه عشان اتاكد ما عندوش ايش؟ دايفيركيشن اوف فريكتاي. اوكي خلصنا هسه ايش؟ انسبكشن. شو بدي اروح هسه وين؟ على البالبيشن، اتفقنا؟ تمام، البالبيشن من ايش؟ من الجهة اليمين، يعني هاي اليمين هاي الجهة اليمين، تمام؟ تمام. هلا البالبيشن مهمة، هاي النقاط مهمات جدا في البالبيشن، مهمات هذول زي اساميكم لازم تعرفهم. أول وحدة ايش؟ أدفي إيدي، لازم تدفي إيديك بالبالبيشن. ليش تدافع ايدك؟ لانه اذا نقز المريض لو انه يعني امتحان محترم برسبك
وناس كثير رسم بس لانه انت تخيل حالك انت ايديك باردات وانت تروح تعمل بربشه لواحد وينقز خلص الممتحن بيقول لك هذا يعني هاي نقطه سلبيه فبالتالي لازم تدفي ايدك وخاصه احنا جايين على ايش؟ على شتويه اذا ما فيش تدفي ايدك نحطها على التدفئه هناك لازم تدفي ايدك بالبربشه. الشغله الثانيه لازم تكون اي تو اي كونتاكت تطلع على المريض عين المريض وعلى الوجه تبعه تشوف الاكسبريشن تبعه اذا كان عنده اذا كان في عنده وانت بتعمل بالبيشن اذا صار حس بالوجع ولا لا. الشغله الثالثه باليد اليمين والهاي شغله مهمه اللي هو انك بدك تكون على مستوى المريض فلما تكون على مستوى المريض يا بترفع البيد تبع المريض لعندك اذا ما بيرفع عندك تنزل المريض يا بتقدر تروح على كرسي زي هيك اوكي اذا ما فيش كرسي بدك تنزل زي هيك وتحط هيك بس لازم على مستوى ايش المريض اوكي اذا لازم ادفي ايدي لازم يكون على مستوى يعني المريض ولازم ايش لازم يكون اي تو اي كونتاكت ولازم اسال المريض قبل ما امد ايدي عليه ايش في عندك وجع اذا قال لي عندي وجع هون من وين ببلش البالبيشن من هون يعني اي مكان بعيد عنه اذا ما كانش في عنده وجع ولا ببلش من السيستماتيك من رايت لور كوادر اوكي اتفقنا اوكي نيكست على البالبيشن اقسم لقسمين سوبرفيشال بالبيشن وديب بالبيشن سوبرفيشال بالبيشن ببلش زي هيك اوكي طبعا ايدي بحطها على المريض زي هيك صح البال اوكي مين حكي الرجل هذا هي البال اوكي هاي البال اوكي بتحس بالبيش بالفينجر اوكي ماشي يعني هيك اسمه لايك او سوبرفيشال بالبيشن بس شو اهميه السوبرفيشال بالبيشن واحد تجين الكونفيدنس مع المريض انه المريض يعني تتعاون انت مع المريض يعني الشغله الثانيه اذا تشوف الابدومن هل الابدومن سوفت اند لاكس كيف يعني شو يعني طري الابدومن بروح وبيجي معك اوكي وغيره اذا في سوبرفيشال تندرنس او اذا في سوبرفيشال ماسس هم اربع شغلات لازم تطلع بعين المريض او بوجه المريض تشوفه اذا تجين كونفيدنس ايش كمان اذا في سوبرفيشال ماسس اذا في سوبرفيشال تندرنس شغله ثانيه اذا كان الابدومن سوفت اند لاكس هلا بلا نيكست لو سمحت نشوف هلا هاي بتعرفوا هاي يا من قسموا لها 9 سيجمنتس او ايش 4 كوادرنت انا يعني هلا هاي بدي اقسمه رايت لور كوادرنت مهم جدا ليش رايت لور كوادرنت ورايت لور لان كل واحد لها ديفرنشال دايجنوستس صح هلا بنحكي عنهم بالتفصيل نيكست بليز هلا شو تدرس pain or discomfort during ايش palpation هلا يا شباب ترى تندنس يعني من اهم الساينز يعني انا شخصيا محمد اذا انا واحد انت حطيت ايدي عليه زي اللي تندنس هنا خلاص بودي على العمليات ولا له علاقه في كل الساينز الثانيات بودي على عمليات ابندكسكتومي يعني شو بيطلع هون تندنس يعني في other differential diagnosis بس من الهيستوري خلاص والله في تندنس هنا خلاص بودي على عمليات لا التراساوند ولا بصور ولا ده اهميه ايش التندنس هلا بيجي واحد بيقول لي تندرنس ممكن يكون بسبب اشياء ثانيه ممكن بسبب بريكم اللي هو الانزايتي كيف يعني الانزايتي كيف بدي اعرف ان التندرنس هي بسبب الانزايتي مش بسبب ايش اندرلاينج ايش باثولوجي يعني انت اذا واحد سويت له زي هيك يقول لك بتوجع من هون يقول لك بتوجع من هون بتوجع من هون بتوجع يقول لك ايش هون بس بتوجع من هون معناته اكيد هذا ايش مش ريال باثولوجي صح واحد تعمل له ديستراكشن وهذا مهم جدا لازم تعمل ديستراكشن كيف تعمل خاصه بالاطفال يعني الاطفال بصير كلهم بتوجع اعمل ديستراكشن يقول له والله يعني وانت بتفحصه تساله شو صفك شو كذا بتعمل اي مانوفر انت بتحبها تعطيه لعبه تعطيه حبه حلو اللي بدك اياه بعد انه لما تحس بطنه بتلاقي انه بعمل تعمل ديستراكشن مباشره المريض خلص ولا بحس بشيء معناته هذا ايش بسبب الانكزايتي وليس بسبب ايش ريال باثولوجي اندرلاينج ايش باثولوجي بس التندنس هو اهم ساينز احنا صراحه بتهمنا كجراحين او اي يعني من هاي هلا بعض المرات بحكي لك انه تندرنس اذا هو مريض يعني واحد جاي بدك تفحصه مثلا وماخذ والله ابره مورفين ما راح تكون تندرنس زي ما واحد والله مش ماخذ ولا ابره او واحد ماخذ انتي انفلاماتوري مثلا واحد ابندكس وماشي على ثلاث اربع ايام انتي بايتيك يعني التندرنس ما راح يكون زي ما واحد ايش جاي هسه يعني بالتالي التندرنس كان بي ماسك باي ستيرويد كان بي ماسك باي البين كيلرز او انتي بايتيك نيكست هاي حكيناها انه لا شك هلا
زي ما حكينا بالبالبيشن اللي نشوف الابدومن سوفت اند لاكس. هلا اذا وانا بفحص المريض زي هيك هيك زي هيك المريض بتحس انه في ريزيستنس، يعني فجاه صار في ريزيستنس، بسموها هاي فولنتري ايش كونتراكشن اوف ذا مسل ان ريسبونس تو بين، يعني بس انه في عنده وجع فبصير في كونتراكشن للمسل فبتحس في ريزيستنس وانت بتحس هاي بسموها ايش؟ جاردنج. شو اسمها؟ مش جاردنينج، شو اسمها؟ جاردنج، لانه كلكم 90% هسه ورا واحد نو جاردنينج، اسمها جاردنج. اتفقنا؟ اوكي. اذا ما في عندي جاردنج. هلا بعض مرات ان المرضى اللي بصير في عندهم بيرفوريشن بالابندكس او بيرفوريشن باي فيسكس او اي شيء بصير في انفلاميشن لايش؟ للبيريتونيوم، تحديدا البيرايتال بيريتونيوم. شو بصير في عندهم هذول الناس؟ بتحس ايدك بصير في انفولنتري كونتراكت، مش عشان البين، لا البيريتونيوم صار انفليم، فبسموها ايش؟ rigidity. The rigidity هي إيش؟ involuntary إيش؟ muscle contraction. يعني إذا أجيت على واحد عنده والله فاقع الدودينام perforation بالكولون وكل البطن مع البستور، شو بتلاقي عنده؟ شو بسوي؟ بس بتكون بسموها board like rigidity، زي البورد هيك بطنه حيط، ولا لا بتنفس لا بتحرك ولا إيش، وما بتقدر يعني very rigid الأبدومين، سموها بورد لايك ريجيديتي. اذا لقيت هيك مباشره بدي على العمليات لانه هذا المريض عنده ايش؟ بيرفوريشن. اوكي، وبالتالي مهم جدا يشوف اذا هل في عنده جاردنج، هل في عنده ريجيديتي، وهل في عنده ايش؟ بورد لايك ريجيديتي. وهي كلها هيك حكينا كلها بالسوبرفيشال بالبيشن. نيكست بليز. هلا الديب بالبيشن نفس الشيء، تو اكسكلود ايش؟ بعدين خلص سوبرفيشال، بعدين شو؟ ديب بالبيشن. اذا في ديب ماسز او ديب تندرنس، ديب ماسز او ديب تندرنس. تمام. هلا في بعض الساينز مثلا فيش اسمه ريباوند تندرنس. شو ريباوند تندرنس؟ انه هاي الزايده بروح مثلا هيك بضغط ايدي بضغط 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 بتوجع صح، فجاه بشيل ايدي هيك توجع اكثر. اوكي، هاي مش سبيسيفيك للابندكسايتس ولا سبيسيفيك، ممكن يكون اكثر من ديزيز بسبب ريباوند تندرنس، بس تعطينا يعني فكره انه المريض ممكن يكون في عنده مثلا اكوت ابندكسايتس او ريباوند تندرنس، يعني مش كثير مهمه بس يعني شوي مهمه خلينا. اوكي تمام. هلا في ساين اسمه الميرفي ساين، ان شاء الله بتاخذوها اكيد بالجراحه بالتفصيل. الميرفي ساين هو ايش؟ اني بروح بضغط وين الكوليسيستاي الجول بلادر، وين رايت ابر كوادرنت، فبضغط هي بحكوا على التيب اوف ناينث كوستال كارتليج، يعني هي المنطقه يعني رايت ابر كوادرنت. اوكي، بحكي المريض ايش؟ ياخذ نفس، لما ياخذ نفس ما بيقدر يكمل، بصير في عنده اريست اوف انسبيريشن، هاي بوزيتيف ايش؟ ميرفي ساين. معناته ايش عنده هذا المريض؟ acute cholecystitis، مش biliary pain ولا اي نوع، acute cholecystitis. واضحه من في الساين شباب؟ اللي مش عارف شغله يسالني اياها، انه ما ضلش وقت اصلا نسال باخر. اوكي تمام. هلا احنا حكينا بالسوبرفيشال او ديب بالبيشن، بدي اشوف اذا في عندي ايش؟ ماسز، وبالتالي بدي اشوف اذا في عندي سوبرفيشال ماسز ولا ديب ماسز. ديب ماسز يعني تحت ايش؟ بالابدومين، يعني خلينا نحكي بالبيريتونال كافيتي، والسوبرفيشال ماسز يعني anterior to the ايش؟ المسلز. كيف بدي افرق بين سوبرفيشال ماسز دي ماسز؟ زي ما حكينا قبل شوي، يرفع راسه، لما يرفع راسه اذا في ماسز سوبرفيشال ماسز يعني هي سوبرفيشال للمسل وبالتالي بين اكثر، اذا بصير كونتراكشن للمسل وبالتالي بين اكثر. اذا الماسز ديب تو ذا المسلز، لما يعمل كونتراكشن للمسل بتبقى ايش؟ بتختفي الماس. واضحه؟ تمام. سؤال نيكست. طيب هلا دائما هذا بنساله للطلاب كذا، شو هم الماسز اللي نورمال اشوفها بالابدون، يعني لو حسيتها ممكن تكون نورمال شو هم؟ مين بيعرفهم؟ هاي موجوده عندكم باي ذا واي. ايه يعني عمرك حسيت القولون تبعك؟ طيب يعني مش نورمال. الاول شيء ايش؟ هيهم اول واحد هي ايش؟ الليفر ايج، يعني اللور ايج اوف ذا ليفر. اذا حسيت اللور ايج قد يكون ايش؟ كومبليتلي نورمال. واحد اثنين، lower pole of the right kidney. The right kidney نازل شوي عن اللي تكده، ممكن أحس بس إذا حسيتها مش بالضرورة إنه عنده إيش؟ disease أو عنده pathology. lower pole of the right kidney. The bladder إذا كانت full، يعني بحكي عن urinary bladder، لأنه إذا كانت empty وين بتكون أصلاً؟ the pelvis ما بحسها، إذا كانت full بتكون وين؟ تطلع على الأبدومين، وبالتالي بقدر أحسها. وأربعة اللي هي أورطة in thin patient، واحد كثير نحيف ممكن يحس الأورطة تبعته. Okay؟ واخر شغله بسموها الفيكالود او فيكالوما، يعني ستول محشر بتقدر تحسه يعني. يعني شو هم الخمس شغلات اللي بقدر احسهم بالابدومين وهذول كلياتهم نورمال؟ ايج اوف ذا ليفر، لوور ايج اوف ذا ليفر، لوور بول اوف ذا رايت كيدني، اورطا ان ثين بيشنت، فيكال ستول او فيكالوما او فيكالود،
وفول بلادر، مش بلادر، فول بلادر، تكون معبي عشان تطلع بالابدومين. اوكي، اي شيء ثاني اب نورمال. يعني لو حكيت لك والله حسيت سبلين، شو بتحكي؟ هذا في باثولوجي، لانه اصلا السبلين حتى احسه لازم يكون ثلاث اضعاف حجمه، وبالتالي 100% ايش؟ اب نورمال. نكست بليز. هلا خلصنا احنا البالبيشن صح؟ نروح لفحص ايش اسمه ايش؟ اورجانوميجالي. فحص الاورجانوميجالي، شو هو فحص الاورجانوميجالي؟ قربت اخلص انا. شو فحص الاورجانوميجالي؟ لا ثلاث شغلات، شو هما؟ يبقى للليفر، سبلين، كدني، هذول اللي بيكبروا. اوكي؟ ليفر، سبلين، كدني. كيف بفحص الليفر؟ اول شيء تعب والله، تعب كيف بس اسري تعب كيف، يعني مثلا هو نايم، اعتبره نايم يعني زي هيك، بروح انا ايش؟ طلع علي انا اوكي. هلا بحط ايدي نفس ما حكينا زي هيك صح؟ اوكي، وبحس بالايش؟ بالاصابع. اوكي، هلا هو باخذ نفس، شو اللي بيخلص بنزل ايش؟ بنزل ايش عندي؟ الليفر. هو باخذ نفس بحس بنزل من تحت، بقول خلص انا علي. هلا من هون صح؟ بخليه ياخذ نفس، لما يحس بضغط، لما يطلع النفس بتحرك سانتي، بعدين بحس، باخذ نفس بحس، لما اصل عند الكوستال مارجن، حسيتها ما حسيتها مش مشكله، بس اذا حسيت الليفر شو بدي اعلق على السيرفيس، هل هو سموث سيرفيس والنورمال، ولا قد يكون الليفر irregular، واذا كان irregular ممكن يكون ميتاستاسيس تيومر. اوكي، بعدين بشوف ايش، هل هو سوفت ولا هو اللي هو ايش هارد. سوفت النورمال، اذا كان هارد ممكن يكون ماشي مع الجنسي، واشوف اذا تندر ولا ايش، مش تندر يعني اذا بوجه، اذا تندر بس معناته ايش؟ ممكن يكون ايش؟ هيباتايتس، ممكن يكون رايت سايدد هارت، يعني رايت سايدد هارت فيلير، لانه بصير في عنده كل باك، يكون ليفر كله فيري كونجستد. واذا كان بلساتايل ولا مش بلساتايل، بلساتايل بيكون بالترايكاست ريجرجيتيشن. هم اربع شغلات، اذا ايش بعلق على ايش؟ على السيرفيس، هل هو سموت ولا ريجولار، سوفت ولا ايش هارد، تندر ولا مش تندر، بلساتايل ولا مش بلساتايل. اوكي، طيب موجود عندكم كله بالهاي كلات. اوكي نعم. طيب هلا بعض مرات الليفر بيكون كومبليتلي نورمال طبيعي، بس هو نازل لتحت. ليش؟ لانه في باثولوجي باللنج. باثولوجي ايش؟ باللنج. زي ايش؟ انفيزيما بتكون ايش؟ باللنج، وكبران اللنج مثلا كده، وتنزل الليفر لتحت. فكيف بدي اتاكد انه ما عندوش ايش؟ هيباتوميجالي. فبسوي ايش اسمه ايش؟ ليفر سبان. شو هو الليفر سبان؟ ليفر سبان ليفر سبان. واضحة؟ واضحة. هلا بنروح بعدين وين؟ نيكست. هاي أسباب الهيباتوميجالي، لحسن الحظ كلياتهم يعني ميديكال ريز، ما فيش ولا واحد جراحة، ولا أتأكد شو بالله؟ كل جماعة الميديسين ما لناش علاقة، يعني تحفظهم زي ما بعرف. نيكست، أنا مش حافظهم يعني صراحة. سبلينوميجالي هلا. سبلينوميجالي من وين بحس السبلين؟ كيف بحس السبلين؟ السبلين لما يكبر ما بنزل تحت، السبلين وين؟ يمين شمال؟ شمال. بنزل ما بنزل هيك، بنزل ايش؟ دايجونال هيك. فبالتالي لما احس من وين ابلش؟ اليمين من هون. وبالتالي نفسي خذ نفس المريض بحس، طلع نفس بتحرك سانتي هيك لما اصل لعندي ايش؟ ان شاء الله الدمنستريشن بسوي لك استركت عليكم الدمنستريشن، بحكي لكم بالضبط كيف تسوي. اوكي؟ لما اصل ايش؟ السبلين. حسيته كانبي، ما حسيته اصلا طبيعي ايش؟ اذا حسيته معناته حكينا ايش يكون؟ ثلاث اضعاف حجمه، وبالتالي اكيد ايش؟ ابنورمال. اكيد ايش؟ ابنورمال. هلا هل في ايش اسمه؟ حكينا ليفر سبان، هل في سبليك سبان؟ في ناس بقول لك في سبليك سبان، وفي ناس ما بقول لك انه بدك تسوي بيركشن للسبلين ممكن تعمل ربتشر، خاصه يكون كبير. السبلين فيري سنسيتيف اورجان، يعني طقك. بس احنا بنحكي بالكتب باكلود بقول لك في ايش؟ سبليك سبان. نفس الشيء بلش من هنا تك 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 تمبانيك من هنا
second intercostal space لما يصير ايش؟ لما يصير ضل وبتقيس. بس يعني مش كثير نعلق على السبينك سبان، يعني في ناس بقول لك مش موجود، في كتاب كتاب الجراح اسمه براوز ممكن يحكي لك انه السبينك سبان يعني ما تسويه، not recommended. اوكي بس احنا عشان ما كلويد كاتبه ما حطينا. next please. هاي شايفين الصورة طلع مكبر السبلين، في مرات يعني ممكن يصل السبلين يضغط على البلدر ونزل لي يعني حسب يعني خاصة بالأطفال يعني اللي عندهم إيش هاي سبلين يمكن واضح الصورة هاي إنه كبير. next please. أوكي هلا سبلين إذا ما قدرت أحسه في أذر مانوفر اللي هي إيش إنه بحط المريض على الجنب اليمين عشان ينزل شوي عندي وبعدين إيش أروح أحسه. أوكي next. هاي الصور كيف يعني بكبر سبلين. next. أصلا لازم أخلص على السريع هسه. تمام هلا هاي أسباب إيش سبلين ميجالي والحسن يعني في أشياء كثير ميديكال ريزن في سيرجري يعني كل في أشياء يعني تعرفون يعني هذه الأشياء تطلق النظرة على الأسباب سبلينو ميجالي. أوكي next. آخر فحص هو إيش كدني. شو اسم الفحص؟ باي مانوال إكزامينيشن، يعني بحط إيدي تحت إيش المريض على يعني من الباك وبحط إيدي على رايت أبرك يعني الكوادرات. أوكي بعمل إيش اسمه باي مانوال إكزامينيشن، بحس بإيدي تنتين. إذا حسيت الكدني بخبطها بإيدي هاي تخبط بإيدي الثاني، شو بسموها هاي بالوتينج أوف ذا كدني أو الكدني تكون بالوتينج يعني فيها. أوكي هاي سبيسيفيك إيش للكدني. next please. هلا دائما السؤال بيسألوا هذا السؤال الفروقات، يعني إذا لقيت هنا إشي كبير قد يكون حكينا سبلين وقد يكون إيش كدني. هذا السؤال دائما بنسأل يعني أقول لك إياه بصراحة، شو الفروق بين سبلين؟ كيف بدي أتأكد إنه هذا سبلين ولا كدني؟ سبلين في سبلينك نوتش، الكدني ما فيها إيش نوتش. أوكي الكدني لما تكبر كيف تكبر؟ vertical سبلين diagonal. شغل الثالثة لو أسوي بيركشن على السبلين لازم يكون إيش ضل كدني، بعض مرات بتكون ريزونانت او تمبنك. ليش؟ لان فوقيها ترانسفيرس كولون مع بهواء. اوكي بقدر ادخل ايدي بين سبلين والكوستال مارجن؟ ما بقدر لانه هو ملزق بالكوستال مارجن، بينما الكدني بقدر ايش ادخل ايدي بين الكدني. واخر شيء الكدني بالوتابل والسبلين مش بالوتابل. هذول خمس شغلات تعرفون ايش وتحفظون. اوكي تبعات الفروقات بين سبلين وين الكدني. هلا البيركشن بيجيكم الدكتور ظل شباب غير البيركشن، احنا خلصنا البيركشن ان شاء الله بيكمل لكم الدكتور انس اليوم بكره وبعد بكره ان شاء الله البيركشن، ضل بس البيركشن والاسكلتيشن. هيك بنكون خلصنا المحاضره.